مكون من حيث السباق في الكويت يصل إلى أمتاره الأخيرة رغم التعثرات والنتائج المتذبذبة للمتصدر في آخر ثلاث جولات، إلا أن الرغبة بمصالحة الجماهير هي الأبرز، والوصيف الساعي لاستمرار الانتصارات يدخل اللقاء وعينه نحو تقليص الفارق. الفارق ظهر منذ الدقائق الأولى لمحاولات الكتيبة البيضاء حتى تحقق المراد بهز الشباك. يعقوب الطراورة بدأ المهمة ولم يتوقف إلا بعد وضعها في شباك سطام الحسيني. المدافع حسين الشمري صاحب التسديدات القاتلة كاد أن يسجل أجمل أهداف الجولة عن طريق الثابتات لولا يقظة سطام داخل الشباك. وفي الجانب الآخر طالب المهاجم محمد سويدان الحكم البحريني عيسى عبد الله باحتساب خطأ الجزاء داخل منطقة العمليات على السوري حميدو ميدو، إلا أن القرار كان بالاستمرار. ويطالبون بركلة جزاء. في شوط المدربين لم يتأخر لاعبو المتصدر من زيادة الهجمات والبحث عن تهديد الشباك. وفي اللقطات التالية نتابع أحلى المحاولات لثلاث المقدمة الكويتي، إلا أن استبسال الخطوط الخلفية لفريق السالمية كان له القرار في منع الهدف من الدخول. الأردني عدي الصيفي بحث بمهارته المعهودة عن صنع الفارق وموازنة الكفة، إلا أن فهد الرشيدي تأخر في حسم الأمور والضيوف كشروا عن أنيابهم في مطاردة المتصدر. الرشيدي كاد أن يسجل هدف الموسم لولا تألق حميد القلاف. وين بتوصل خطيرة؟ الله هاردك هاردك، لكن والله كانت كرة حلوة يا فهد الرشيدي. من يضيع الفرص يدفع الثمن غاليا. العائد من الاتفاق السعودي المدافع فهد الهاجري كان له النصيب في دك الشباك وتعزيز التقدم بكل ثقة ونجاعة. النجاعة التي غابت بطريقة لا تصدق عند البديل نايف الزويت في أخطر فرص السالمية. راحت. الضغط الأبيض كشف دفاعات الوصيف. المدافع فيصل العنزي بالتسرع والتهور أهدى طلال المطيري أغلى الأخطاء ليسجل هدف الإنهاء، وبالثلاثة حسم الكويت النقاط الثلاث. حسين الطائي، صدى الملاعب.